النهارده شويه هيبقى عندنا واحد من اهم الشابترز اللي موجوده في الجزئيه بتاعتنا اللي هو كلاس دايجرامز. تمام، بس قبل ما نبتدي نتكلم على الكلاس دايجرامز انا الحقيقه محتاج ان انا ادي كده مقدمه على شويه فروقات ما بين الكلاس دايجرام والاوبجكت اورينتد، وليه اصلا بقى في حاجه اسمها اوبجكت اورينتد اند سو اون. خلاص، ففي كده مقدمه يعني قد يجدها البعض مكرره او ممكن يكون هو عنده معرفه اوريدي باللي انا هقوله، وبعض الاحيان هتلاقي الكلام ده بالنسبه لك جديد، فلو سمحت يعني ايه ليت مي نو كده لو انت شايف ان الكلام جديد. اول حاجه هنسالها هي ليه احنا بنتكلم على الكلاسز مش على الاستراكت، مع ان الاستراكت في السي بلس بلس هو من اقدم الحاجات اللي طلعت كمفهوم للاوبجكت اورينتد بروجرامنج. ف طبعا احنا رايحين ناحيه الكلاس دايجرام، فبالتالي احنا لازم نبتدي البدايه اللي هو طب هو اصلا الفكره بتاعت الكلاسز جايه منين. فالحقيقه هنا ابتدى يفهمنا اول حاجه ان الناس لما جت تفكر في الاول في الاستراكت فكرت فيه على انه داتا انكابسوليشن فقط لا غير، يعني بجمع مجموعه من الداتا تايبس المختلفين بحطهم في كبسوله، الكبسوله دي بعد كده بروح استعملها. طيب المشكله ان الكبسوله دي كل حاجه فيها كانت بابليك باي ديفولت، يعني كل حاجه تقدر تكتبها جوه الاستراكت كنت تكتبها على انها بابليك. النقطه الثانيه ان الداتا فاريبلز والميثود في الكلاس بقت بتتعرف باي ديفولت على انها برايفت. طبعا هنا ابتدى يظهر كونسبت الداتا هايدنج، يعني الاستراكت كان بيدينا الانكابسوليشن لكن ما كانش بيديني الداتا هايدنج. من بدايه الكلاسز او الاحتياج بتاع الكلاس ظهر لان بقى في عندنا نيد ان يبقى في حاجه اسمها داتا هايدنج. طب فكره الداتا هايدنج ايه؟ ان ما يبقاش الكلاس بتاعي كله اكسبوزد، يعني كل حاجه موجوده فيه انا اقدر استعملها، لا في حاجه ممكن تبقى برايفت، في حاجه ممكن تبقى بابليك، في حاجه ممكن تبقى بروتكتد اند سو اون، يعني يبقى في اكسس موديفيكيشن ليها يعني. طيب الريليشن شيب الديفولت اللي كانت موجوده في الاستراكت هي علاقه اسمها علاقه الاسوسيشن، او ان الاستراكت بيتساعد باستراكت ثاني. فانا مثلا كان عندي استراكت اسمه ستودنت واستراكت اسمه تيتشر، فتيتشر teaching student، فكان في علاقه association او message passing يعني، لكن العلاقه دي ما كانتش كافيه، او ممكن كان يبقى عندي struct متكون من struct برضو ده كان available لكن برضو ما كانش كافي، فكان لازم يبقى في بعض العلاقات الاخرى اللي ظهرت في الكلاسز اللي بتديني مميزات ما كانتش موجوده في الاستراكت. منها على سبيل المثال الانهيرتنس او عدم تكرار كتابه الكود. اجين احنا بنرجع تاني نلف لاول حاجه خلاص اتكلمنا عنها اللي هي نيفر ايفر ريبيت يور كود، فهنا حتى بترجع لنفس المفهوم. الكلاسز ابتدت بقى تطلع لنا بعض الكونسبتس الجميله زي الاوفرلودنج، الانهيرتنس، البوليمورفيزم، والحقيقه كل دول هنستعملهم في كتير من الاحيان وهيبقى لهم استخدامات كتيره، وادتنا اكسس ليفل جديد زي البروتكتد. فالخلاصه ان استخدامنا للكلاسز كان نتيجه ان الاستراكت كانت اخترعت في السبعينات وبعدين ابتدت تستخدم في اوائل الثمانينات، وبعدين ابتدى يبقى لها ليميتيشنز كتير، فمن هنا جه الفكره بتاعت استخدام لا لازم يبقى في كلاسز، والكلاسز دي تبتدي تؤدي بعض الفانكشناليتيز اللي احنا بنستعملها لغايه يومنا هذا. طيب فكره ان انت يبقى عندك اوبجكت من كلاس طبعا هي فكره مفهومه جدا، زي الراجل اللي انتم شايفينه ده. فانت عندك مثلا بتلعب استراتيجي جيم، فعندك سولجر، بدل بتقدر توصف السولجر ده، يعني تقدر تقول والله السولجر ده از موفينج، بيقدر يعمل اتاك، بيقدر يعمل موف، بيقدر يعمل ران، بيقدر يعمل ديفند، بيقدر يبقى له كلر، يبقى له هيلث. يبقى بدل ما عرفت توصفه بمجموعه من البروبرتيز ومجموعه من الفانكشنز يبقى اعرف ان انت كده عرفت تعمل كلاس. طب هو في نوع واحد بس من السولجرز؟ لا، ممكن يبقى فيه كذا نوع، فبالتالي انت بقى عندك كلاس اسمه سولجر وكذا انستنس من السولجر. تمام؟ طيب لغايه كده الدنيا بالنسبه لكم مفهومه ولا في حاجه سترينج؟
الكلام ده المفروض انتوا يعني خدتوه قبل كده بصيغه ما او باخرى يعني. طيب الكلاس بنسميه البلو برنت بتاع الاوبجكتس، وغالبا بتبع ثلاث خطوات عشان اقدر استعمل الكلاس. بديفاين الكلاس، بكونستراكت منه اوبجكت، وبعدين بستور ريفرنس للاوبجكت ده. طيب فهنا هيدينا شويه اكزامبلز كده ازاي اقدر اعرف كلاس. فهنا بيقول لك اهو بابليك كلاس يوزر، يبقى انت كده عرفت كلاس اسمه يوزر، حطيت له مجموعه من البروبرتيز زي البروبرتيز اللي انت شايفها هنا دي، هو ده الجزء بتاع الانكابسوليشن. وبعدين حطيت له مجموعه من الميثودز والكونستراكتور، يبقى انت كده تقدر تستعمل هذا الكلاس، تقدر تعمل منه اوبجكت زي ما انت عاوز بعد كده، وكلهم هيبقى جواهم الحاجات اللي انت شايفها قدامك، بروبرتي وميثود. طيب هيدي لك هنا اكزامبل. الاكزامبل ده ابلايد او بيفهمنا فكره كلمه نيو. هيقول لك هنا يوزر جون اللي هي دي، وبعدين جون ايكوال يوزر. فهنا بيقول لك لازم تفهم الفرق ما بين حاجتين. لما بقول يوزر جون يبقى انا كده عملت ريفرنس، او يعني بلغه السي بلس بلس عملت بوينتر، البوينتر ده اسمه جون. لكن لما اقول جون ايكوال نيو يوزر يبقى كده نيو بتشاور على اوبجكت جديد، تمام، في الميموري، الاوبجكت ده من النوع يوزر. وهنا لينا وقفه بقى شويه. الكلمه اللي اسمها نيو معناها ايه؟ حد يعرف؟ مكان جديد، مكان جديد في الهيب، مجان جديد في الميموري. يعني اللي بيحصل بالظبط في كلمه نيو ان انا بيبقى عندي ادي الميموري بتاعتي اهو في الران تايم، مش في الكومبايليشن تايم، في الران تايم الكومبايلر بيروح او البروجرام بتاعك بيروح للفري ميموري، يدور على حته فاضيه، الحته دي يبقى السايز بتاعها بيساوي السايز بتاع جون، وبعدين يخلي جون يشاور على المكان ده في الميموري. فكلمه نيو بالظبط كده، سيرش فور ا سبيس in memory that can fit my object. فالاوبجكت بتاعك ده اسمه يوزر. طب هو اليوزر ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من string يعني 8 بايتس، و8 بايتس و4 بايتس بتوع الانتجر، يبقى انت كده عاوز 20 بايت. فتروح تدور في الميموري على 20 بايت free، وبعد كده ترجع لك بوينتر على المكان ده، على الادرس بتاع المكان ده. طبعا في الجافا ما عندناش بقى بوينترز والهيصه دي، بس بترجع لك ريفرنس، بنسميه ريفرنس على المكان ده. طيب في بعض الاحيان كلمه نيو ممكن ما تلاقيش مكان فاضي في الميموري، ففي الحاله دي هترجع لك ايه؟ نل. خد بالك كلمه نيو في كل البروجرامنج لانجوج البيهيفيرز بتاعها ثابت، يا ترجع بوزيشن في الميموري يا ترجع نل. ترجع بوزيشن في الميموري يبقى كده انا لقيت مكان يقضي الاوبجكت بتاعك في الميموري، اهلا وسهلا. او ارجع نل لو مفيش مكان في الميموري، ففي الحاله دي معناها انا خلاص I give up to find a place for you. تمام؟ طب ليه انا بقول الاساسيات دي؟ عشان الاساسيات دي بعد كده هتستعملها من هنا ورايح. طبعا هنا المنظر اهو، شايفين المنظر هنا شكله عامل ازاي؟ ادي جون اهو عباره عن بوينتر بيبوينت على اوبجكت في الميموري، ده كله هو الاوبجكت بتاعك. الاوبجكت ده كومبوزد من انتجر وسترينج وسترينج، او يعني سترينج وسترينج وانتجر، بيتكون من الحاجات دي خلاص. وطبعا ممكن يبقى اوبجكت كومبوزد من اوبجكت كومبوزد من اوبجكت، ما عندناش مشكله، زي المنظر اللي انت شايفه ده اهو، اوبجكت متكون من اوبجكت والاوبجكت الثاني بيبص على السترينج اند سو اون. طبعا في الجافا يعني احنا هيبقى دايما الاكسرسايزز بتاعتنا رايحه ناحيه الجافا، لانها فولي اوبجكت اورينتد لانجوج، وهتفهمنا مفاهيم كتير قوي. فبالتالي يعني لو انت عاوز تستخدم سي شارب او سي بلس بلس هتلاقي نفس المفاهيم موجوده يعني، تمام. فطبعا السترينج في الجافا بيعتبروه على انه اوبجكت. طيب يبقى احنا كده فهمنا فكره الكلاس، فهمنا فكره ان انت يبقى عندك ريفرنس على الكلاس. طيب بعد كده ابتدى يبقى عندنا كونسبت لطيف قوي اسمه الجيتر اند سيتر ميثودز، او الجيت والسيت يعني. والحقيقه لما جينا نتعلم اوبجكت اورينتد زمان قال لك من اهم الحاجات اللي انت تعملها ان انت تستخدم الجيت والسيت.
عاوز اعرف مين فيكم يعرف ايه فايده الجيت والست. نبعت حاجه وناخد منها حاجه من الاوبشن من فانكشن، يعني بنكون عباره عن نستلم منها حاجه عشان الحاجات بتبقى برايفت كلاس. طب ما انا ممكن استخدمها بالبابليك وبالبرايفت عادي جدا. عشان الكونسبت الكلاس نفسه ما يبص يعني، فاحنا عاملين فانكشن بيبقى واخد الفاليو بتاعت الحاجه الفاريبل اللي احنا عايزينه. ايه اللي هيبوظ؟ ايه اللي هيبوظ فيخلينا استخدم الجيت والسيت ميثود؟ هو حوار البرايفت نفسه. ايوه، ايه لازمه البرايفت يعني ايه لازمه ان انا يبقى عندي حاجه برايفت؟ هو ده السؤال. ان مش اي حد يلعب في الداتا بتاعتي. يعني ايه اي حد ما يلعبش في الداتا بتاعتي يا اندرو؟ ما تلففنيش الحلزونه. طب ما هو انا لو خليته بابليك اي حد هياكسس، يبقى انا لو عملته برايفت وعملت له سيت وجيت ما هو اي حد هياكسس الداتا، ايه المشكله؟ طيب تعالوا بقى هنا ننزل الى ارض الواقع شويه، لان هنا ايه حد عنده راي مختلف؟ طيب المفروض دلوقتي ان انتوا تبقوا شايفين ان انا فاتح النت بينز وبعمل جافا ابلكيشن، مظبوط؟ مظبوط. الناس كلها شايفه المنظر اللي انا عامله ده، انا واقف عند جافا ابلكيشن. ها طيب هو الناس اللي ما بتردش، انتوا ايه وضعكم في الكوكب؟ سامعين حضرتك يا دكتور. عظيم. ولا نايمين ولا فاتح ال... لا. طيب حضرتك بس. حلو. طيب تعالى نعمل بقى هنا جافا ابلكيشن جديده، ننزل بقى لارض الواقع شويه، نكتب شويه كود مع بعض نفهم بيه شويه مفاهيم. هنسمي الليكشر دي، هنسمي البروجكت ده ليكشر 24 مارش 2020. خلاص؟ طيب وتعالوا نعمل مع بعض كده ايه ديمو زغنطوط. المايك بايظ يا دكتور عندي. ماشي. بس انت شايفنا. طيب. اتمنى ان انتوا كده تبقوا شايفين الكود يعني. وتعالى هنا نعمل نيو جافا كلاس، وهشتغل على الفيري كلاسيكال كلاس اللي انتوا غالبا يعني بتعملوه بقالكم 500 سنه، اللي هو كلاس الستودنت. بس بما ان انا يعني ما بحبش قوي موضوع الكلاس اللي اسمه ستودنت ده، فهنعمل النهارده كلاس هنسميه فيروس. نلعب مع بعض دلوقتي احلى الالعاب. حلو الكلام. طيب وهنيجي عند الكلاس اليتيم ده، وهنبتدي نعمل له شويه بروبرتيز. فحاجه هنا اقول له public in string virus name public و private int virus code. حلو الكلام. طيب لغايه دلوقتي الدنيا فيها اي مشاكل يا شباب؟ احنا كده عملنا كلاس اهو، كلاس ده اسمه فيروس، فيروس ده حطينا له string virus name و private int virus code، يبقى احنا عندنا حاجه public وحاجه ايه؟ private. جميل. طيب تعالى بقى في المين بروجرام. ادي المين بروجرام اهو. هو انا لما بعمل زوم كده انتوا شايفين الزوم ده؟ يعني الزومين كده احسن بالنسبه لكم؟ تمام. طيب لو انا جيت هنا وانت كاتب كده فيروس كورونا وانت عامل سيمي كولوم، السؤال الاولاني هل ينفع اقول كده كورونا دوت كورونا دوت؟ اولا طبعا انت هنا بقى مفتوح بالنسبه لك الفيروس نيم،
وبقى مقفول بالنسبه لك الفيروس اي دي مش كده او الفيروس كود، لان انت بتعرف تاكسس البابليك لكن ما بتعرفش تاكسس البرايفت. اظن دي واضحه اهو، انا مش شايف غير فيروس نيم. طب لو قلت كده قمت كاتب كده كوفيد 19، السؤال هو هل الكود بتاعي صح؟ طبعا الاجابه لا طبعا يا دكتور، اكيد غلط، ما هو الراجل هو مطلع لك علامه حمراء مش كده؟ بالظبط. طب فين الغلط؟ فيروس. ها الغلط هنا هي ايه؟ نيو فيروس ولا لازم كنت هنا اقول ايه؟ تعال نقرا الايرور كده، انا في حاجات النهارده هركز ان انا اعملها معاك لانك عاوزك تعملها. فهنا بيقول لك الايرور ايه؟ فاريبل كورونا مايت not have been initialized. يعني خد بالك اللي انت عامله ده اللي هو اسمه كورونا it is not an object yet it is just a reference. بلغه السي بلس بلس اللي انت عامله ده هو just a pointer لكن هو is not pointing to anything. يعني السطرين اللي انا عاملهم دول كاني بالظبط عملت ايه؟ كاني بالظبط قمت عامل reference كده reference اسمه كورونا، ده اول سطر. كورونا ده بيشاور على ايه؟ ما نعرفش. question mark. السطر اللي بعديه بقول كورونا دوت فيروس نيم بتساوي كوفيد 19. طب ما هو فين الحاجه اللي انت بتشاور عليها؟ فقام جاي مطلع لي هنا ايرور. خد بالك في السي بلس بلس السطرين دول كانوا بيكسكيوت وكان البروجرام بيكراش في الران تايم. في الجافا مش هيخليك تعمل كومبايل اصلا، هيقول لك انت ما عملتش انيشاليزيشن للبوينتر بتاعك. يبقى في هنا نقطه او في هنا حاجه ناقصاني. اللي انا عامله ده سو فار هو عباره عن ريفرنس، امتى يتحول لاوبجكت؟ لما اجي اكمل الجمله بقى اقول ايه؟ فيروس كورونا ايكوال نيو فيروس. ساعتها لو عملت الشكل ده خلاص الايرور راح. يبقى اول معلومه لازم تبقى فاهمها النهارده ولازم تبقى واضحه في دماغك يعني وضوح كده رهيب، ان كلمه نيو مفيش استغناء عنها، وفي كل البروجرامنج لانجوجز الحديثه من اول السي بلس بلس كلمه نيو هي الحاجه اللي بتفهمني ان دلوقتي انت عملت اوبجكت في الميموري اقدر استخدمه. تمام. وكلمه نيو الحقيقه بدام بقت دايناميك، يعني بدام كلمه نيو دي بقت بتشتغل يا دكتور، نيو مرتبطه بالبوينتر فانها بتشاور على حاجه ما كانتش موجوده، يبقى كده ما تشاورش على حاجه، صح ولا ايه؟ مش اللي انت بتقوله، هو لو انا مش حاطط كلمه نيو يبقى ده عباره عن بوينتر وبس. يعني المنظر ده هو انت كده عملت بوينتر او عملت ريفرنس يعني بلغه الجافا. كويس. كلمه نيو بقى معناها ايه بقى؟ كلمة نيو بتفهمني بتقول للكومبايلر لو سمحت دور على مكان في الميموري، المكان دون مساحته 8 و4 يبقى 12، مساحته 12 بايت، ال 12 بايت دول احجزهم لي في الميموري علشان هخزن فيهم اوبجكت. لو لقيت مكان في الميموري رجع لي الادرس بتاعه، otherwise return null. حلو. وفي كل البروجرامنج لانجوج كلمه نيو البيهيفير بتاعها ثابت، يعني البيهيفير بتاعها دايما كده، دور بص شايف سيرش فور ا بليس ان ميموري اند ريتيرن بوينتر تو ذيس بليس اذروايز ريتيرن نال. هي دايما بتعمل كده. وصلت دكتور؟ هو في حاله ايه رجع نال؟ يعني هو دي حاله الميموري بتملي. طبعا مش انت ممكن يبقى الميموري بتاعتك مليانه؟ مظبوط. طيب ايه بتلعب حاجه زي اساسن كريد مثلا 40 جيجا وانت الميموري بتاعتك يا تيم 12 جيجا، كويس؟ مظبوط. طب ال 40 جيجا دول هيتحملوا ازاي في الميموري؟ طب مش وارد ان فعلا الميموري فعلا بتاعتك تتملي في لحظه من اللحظات، فساعتها نيو تطلع لك نل، فساعتها لازم افري الميموري عشان اعرف اطلع اوبجكتس جديده، وهو ده اللي بيخلي في بعض الجيمز يحصل لاج، تبقى قاعد بتلعب الجيم في امان الله وهوب تلاقي الجيم بتقطع مش كده؟ التقطيعه دي ممكن تبقى نتورك ومش عارف ايه، وممكن تبقى التقطيعه دي ميموري لاج، عاوز اسكن
اوبجكت في الميموري ومش عارف. ففي الحاله دي لازم افري شويه من الميموري عشان اعرف اطلع الاوبجكتس بتاعتي. طبعا كلمه نيو اللي اخترعها ده كان عبقري، كانت موجوده في السي لانجويج بفانكشن لطيفه قوي اسمها ميم الوك، ميموري الوكيت. لكن الفانكشن دي ليتر اون بقى اسمها نيو، بقى دمها اخف، بقى استخدامها اسهل بكتير من ميموري الوك. والحقيقه بقى كل البروجرامنج لانجويج معتمد عليها. طبعا بما ان انت هنا بتسكن اوبجكت في الران تايم، فمعنى كده ان ممكن امسح الاوبجكت من الران تايم، وهو ده الفكره يعني. عرفت اطلع اوبجكت في الميموري، فبالتالي انا ممكن امسحه من الميموري. هو ده القصه بتاعه كلمه نيو. anyway تعال بقى نرجع للجيتر والسيتر ميثود. طيب لو انا خليت هنا الاستاذ فيروس نيم ده، خليته هو كمان برايفت زي المنظر اللي احنا شايفينه ده، ايه اللي هيحصل؟ حاجه هنا الاقي ايه؟ طبعا هنقفل ونفتح. ها هنا ال 15 دقيقه بخ، فهنقفل ونفتح تاني. طيب فهنا هتلاقي على طول الفيروس نيم ضرب، قال لك اهو فيروس نيم هاز ا برايفت اكسس، ما لكش اكسس عليه، خد بالك. ليه؟ لان انت قلبته هنا خليته ايه؟ خليته برايفت. برايفت. يبقى القاعده بتقول لنا اي حاجه بابليك احنا شايفينها، يعني اي حاجه موجوده في الفيروس هي بابليك احنا شايفينها، اي حاجه برايفت خلاص ما بتعرفش تاكسسها في المين بروجرام. طيب فمن هنا جت فكره ان احنا نعمل سيتر وجيتر ميثودز. حلو؟ طيب فقال لك الموضوع بسيط، انت عاوز تاكسس فيروس نيم، تقوم جاي هنا عامل فانكشن، الفانكشن دي تخليها بابليك، ونخليها ترجع void، ونسميها set virus name اللي بتاخد string virus name. تعمل ايه؟ بتخلي virus name يساوي virus name. ايه رايكم في اللي انا كاتبه ده؟ هنا احنا عملنا ست للحاجه للفانكشن لو ندهن عليه. ها؟ لو احنا ندهن على الفانكشن ست دي هيبقى تمام، هنعرف نسجل كده. بس مش اللي انا كاتبه ده ساوندز كده سترينج. هي فيروس نيم اللي على الشمال دي انهي واحده؟ دي اللي فوق اللي هي بتاعت الكلاس. اللي هي دي؟ اه. ولا دي؟ لا اللي هي اللي فوق. طب وانت تفتكر الكومبايلر يعني إذا سمعت إنف إن هو يقدر يفرق إن فيروس دي مختلفة عن فيروس دي؟ أكيد يعني أكيد الكومبايلر مش بالذكاء ده. بالظبط. طب وأنت يعني من كل الأسماء اللي في الدنيا ما لقيتش يعني غير، يعني بص كده أنا ممكن أسهلها لك شوية. لو أنا كنت قلت دي فيروس نيم واحد، فكنت حاجة أقول هنا إيه؟ فيروس نيم اللي هو ده ايكوال فيروس نيم واحد، مش هو ده المنطقي؟ معلش بس عشان اتاكد ان احنا ايه كاتبين الدنيا صح. فيروس نيم بتساوي فيروس نيم واحد، تمام؟ ففي الحاله دي انت تقصد ايه؟ تقصد تقول ان فيروس نيم ده يساوي فيروس نيم واحد اللي هو بارامتر بتاع الفانكشن. بس فعليا انا ما عملتش كده. انا فعليا قمت مخلي البارامتر ده كده اسمه فيروس نيم. فاصبح شكل الجمله بالمنظر ده. فبالتالي اصبح شكل الجمله هنا شكله يعني يوحي بالتخلف العقلي، لان انت هنا علمونا زمان ان السكوب بتاع الفاريبل، اي سكوب بتاع اي فاريبل في الدنيا، تمام؟ هو الاقواس اللي انت موجود فيهم. فانا عندي هنا قوس اهو، وعندي قوس اهو، وادي الفاريبل المتعرف في النص. فانت هنا كانك بتقول الفاريبل ده بيساوي نفسه. فبالتالي ملهاش معنى. تمام؟ طيب في الحاله دي قال لك طيب انت عاوز تقول له فيروس نيم اللي هناك ده بتاع الكلاس هو اللي بيساوي فيروس نيم ده. فقال لك في كي وورد لطيفه قوي اسمها زيس. زيس دي معناها ريفرنس تو ذا كولينج اوبجكت. ريفرنس تو ذا كولينج اوبجكت يعني ايه؟ اللي بينادي الاوبجكت اللي بينادي
بتشاور على البروبرتي اللي جواه اللي اسمها فيروس نيم بتساوي فيروس نيم 1. ففي واحد هيقول لي الله طب ويعني من قله الاسماء ما كان اسمها فيروس نيم 1 فكنت بقول فيروس نيم بتساوي فيروس نيم 1 كانت الدنيا لطيفه وايفريبادي از هابي يعني ايه لازمه اللفه دي. فهنا بيقول لك من المتعارف عليه ان احنا دايما بنحب ان احنا نسمي البارامترز بنفس اسم الفاريبلز بتاعتنا ده من المتعارف عليه. فعشان كده بنستخدم كلمه ذيس علشان نميز الفاريبل بتاع الكلاس من البارامتر بتاع الفانكشن. يعني هنا لما اقول ذيس دوت فيروس نيم يبقى انا قصدي فيروس نيم اللي فوق ده, ولما اقول هنا فيروس نيم لوحدها يبقى انا قصدي البارامتر اللي موجود هنا. تمام, واضحه كده فكره كلمه ذيس معناها ايه؟ طبعا الحاجات دي المفروض بديهيات تبقوا انتوا عارفينها, لكن يعني ادينا بنراجع عليها. طيب وكمان هعمل public method. public method دي بترجع string, بترجع string اسمها get virus name, دي بتريترن فيروس نيم. تمام, يبقى انا هنا الفانكشن اللي كانت برايفت البروبرتي البرايفت اللي اسمها فيروس نيم عملت لها حاجتين, عملت لها سيت فيروس نيم وعملت لها جيت فيروس نيم. واحده بتحط فيها نيو فيروس نيم والثانيه بتجيت الفيروس نيم. حلو الكلام. طب استفدنا ايه لما عملنا كده؟ حد يقدر يقول لي؟ انا مش عايز اقول عشان انا مش عارف يا دكتور, بس ممكن اهبد يعني على حسب ما افهم. هو يا استاذ مروان فعليا في اللحظه اللي احنا فيها ما استفدناش اي حاجه بثلاث تعريف. تعال نبص كده, انا هنا بدل ما الجمله بتاعتي بقت كورونا دوت فيروس نيم بتساوي كوفيد هيبقى اسمها كورونا ست فيروس نيم, وهبعت هنا ما بين دبل كوتس كورونا ولا كوفيد داش 19. صح كده؟ يبقى ايه الفرق بين السطر ده والسطر ده؟ في اللحظه دي ولا حاجه خالص تماما, بالعكس ده هم السطر الاولاني كان اسرع في الاكسكيوشن. ليه؟ لان انا كنت باكسس البروبرتي من غير ما اعمل لها فانكشن, لكن بدل ما عملت لها فانكشن الفانكشن اصبح ليها مكان في الميموري, ولما بعمل لها كول انا بعمل ستاك وبعد كده برجع من الستاك شغلانه. فبالتالي الطريقه الاولانيه كانت اسهل بكتير, لكن الطريقه الثانيه في الاكسكيوشن تايم هتاخد وقت اكتر. بس خد بالك بقى, تعال نبص على التريكه اللي انا هعملها دي. انا عايزك بقى تركز معايا في الحته اللي جايه دي عشان هي دي اللي فيها تفهم يعني ايه سيت وجيت. في الطريقه الاولانيه كنت بقدر اكسس الفيروس نيم واقدر اكتب اللي انا عاوزه, لكن الجماعه بتوع المنظمه بتاعت الامم المتحده قالت لنا مفيش فيروس نيم ممكن يبقى اكتر من 15 حرف. فبالتالي اقدر هنا احط ايه في ستيتمنت واقول فيها ايه؟ if in the virus name dot length كان اقل من 15 ساعتها بس نفذ الخطوه دي. يبقى انت لما عملت set method او get method قدرت تكتب فيها if statement مظبوط, لكن في الطريقه الاولانيه كان مستحيل اعمل ده. يعني في الطريقه الاولانيه اللي هي الطريقه اللي هي كورونا دوت فيروس 2 بتساوي كوفيد 19 خلصنا. فلو انا باي ميستيك كتبت حاجه بالمنظر ده, ايه اللي هيحصل ساعتها؟ مش هيدخلها مش هيحطها في البروبرتي. فاللي انا عاوز اقوله لك هنا بقى من الاخر هو ايه؟ بما ان انت قلبت الدنيا الى فانكشن, فالفانكشن بقيت تقدر تكتب فيها if statements, فبقيت تقدر تعمل validation على الانبوت. مش بس validation على الانبوت, ده انا كمان كنت ممكن احط حاجات تانية كتير زي مثلا ان الفيروس نيم ما يبقاش بيساوي فاضي. فكان ممكن هنا اقول and ان الفيروس نيم
not equal ولا حاجة مش كده؟ يبقى أنا هنا حطيت شرطين لازم يبقى الاسم أقل من من 15 حرف ولازم يكون ما بيسويش فاضي. فبالتالي لو أنت هنا حبيت في المين بروجرام تستعبط وتقول له set virus name بفاضي مش هيقبلها مش كده؟ هيطلع لك ايرور او بقى ممكن احط في الالس اقول له مش عارف ايه سي اوت ولا سيستم دوت اوت برنت لاين يو هاف انترد رونج فاليو. يبقى باستخدامك الست ميثود قدرت تحط جواها اف ستيتمنت. طيب اظن الموضوع كده بقى واضح تمام. نفس الكلام لو انت عملته على الاي دي كويس، لو احنا عملنا الكلام ده على الفيروس كود اقدر اقول بقى ايف ان الفيروس كود اكبر من اعمل كذا وايف اقل من كذا اعمل كذا. وممكن كمان في الجيت ميثود، تعالوا اديك كده اكزامبل على الجيت ميثود لطيف قوي. ها هيفصل دلوقتي يلا هنفصل.